بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة الإسلامية كجماعة الإخوان والتبليغ، وما نصيحتكم لمن يقول أن هذا الكلام وينشره في الكتب؟ جزاكم الله خير. أنا أقول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف في الأصول والفروع، هو في الأصول على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة، وفي الفروع هو على منهج الإمام أحمد إمام أهل السنة، وليس معنى ذلك أنه يقلد الإمام أحمد تقليدا أعمى، وإنما يقلده فيما عرف الدليل عليه، أما ما خالف الدليل من اجتهادات الإمام أحمد أو غيره فإنه لا يأخذ به، يأخذ بما قام عليه الدليل من الاجتهادات، وهذا واضح في فتاوى وفي رسائله رحمه الله، منهجه واضح لا يحتاج إلى. أما مسألة الجماعات الأخرى، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة كذا، فنحن ندعوها كل هذه الجماعات ندعوها إلى أن ترد مناهجها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وتعرضها على ذلك، فما وافق الحمد لله، وما خالف فإنها تصحح الخطأ، هذا الذي ندعو إليه. نعم.